صافي فين مشيت انايا؟ شديت الطاكسي ومشيت للفيستيفال. وشنو قال لي ذاك المغني؟ المغني شنو قال لي؟ اما تخافوا ما والو اصبي اصحاب الزلزال، واسي الزلزال ويغني ويجبد السي الزلزال. تخيل هاد الشيء صرا في المغرب، صرا في القوم ديالنا اصبي، تزيد عاد الضمن زعما بلي الدنيا طويله وزعما ما يصرا والو وانت تشوف هاد الشيء. راه بلا ما نعلم الغيب نقول لكم كاع واش غادي يصرا من الاطا الزيت. روح تريح معايا، سول عليا فين راني، روح ريح معايا، ماش بقى نقول هاد الشيء في التيك توك دركا صافي. حيت غادي شي وحدين ما باغيهمش، حيت شي وحدين قول على الايمان انا كيتفرجوا فيا ولاو يامنوا بيا بحال المهدي ولا ما عرفش حسبت لهم ولاو يردوني انا نعلم الغيب وامنوا بيا. شي وحدين درك نقدر ننصب عليهم شي وحدين درك راهم يتبعوني نقدر ننصب عليهم بمليون جوج ملايين ونشعل. علاش؟ لانهم كانوا متبعيني من هذه شحال وصدقوني، فهمت؟ لان داك الشيء اللي كنت نقوله صرا ولاو بحال اللي امنوا بيا، وانا ما بغيتش هذا الشيء صرا، فهمت؟ ماشي مخا نقول حتى شي حاجه في التيك توك حيت اعوذ بالله انا كنا من الجاهلين. انا صرات لي بحال ديك اللقطه نتاع خالد بن الوليد نهار بقى ما خسر حتى معركه، والقوم بداو يامنوا ان خالد بن الوليد هو اللي راه يجيب لهم الفوز. وسيدنا عمر قال له هاد الحرب هذه ما غاديش تمشي انت كقائد جيش، غادي تمشي كعسكري عادي. قالوا لي ان الناس تتعلق بك ويظنون انك انت من ما تاتي بهم بالفوز. هكا راه صرا لي درك انا في التيك توك، راه ولاو شي وحدين يقولوا لي والله الا هضرتك نيشان هادي، ولاو يكتبوا لي شي ميساجات غريبه، فهمت؟ وانا هذا الشيء اللي كنت خايف به. انا راه ماشي عالم الغيب، انا راه ما كنعلم انا غدوه واش غادي يصرا ما عارفش بلاتي، واش غادي انا نموت واش غادي نموت غدوه ولا نبقى حي ما عارفهاش. باش نتفقوا عليها دابا، انا راه غير عرفت الدين شنو قال على الاقوام السابقه وفوقاش كان يجيهم العذاب وشحال كان الصبر ديال الله سبحانه وتعالى وفوقاش كان يضرب. هذا الشيء اللي طبقته عليكم انا وسرى، فهمت؟ وشنو هو نوع العذاب الاول ونوع العذاب الثاني، ولا زادت طغت الامه شنو هو نوع العذاب الثالث. هذا الشيء هو اللي طبقته عليكم انا ساعه سرى نيشان. فادي ذلك لا تتخذوني انا شي واحد عالم الغيب ولا خويا، غنبقى نتحمل انا مسؤوليتي واحد عند الله. انا بحالي بحالك، انا قريت بحالك في الحومه عادي عادي، انا عادي فهمت عادي. انا القران ما حافظوش كامل اصلا، انا راح احاديث ما عارفش احاديث بزاف ما زعما حافظهمش اصلا. شك تخربق، انا ما عالم ما والو خويا. واش هي نعلم لك الغيب على 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 هاد الحوايج هادو، هاد العاده هاد الفساد اللي كنت ديروه، نعلم لك شنو غادي يجيك بسببه. نعلم لك هذه الا سولتني نعلم. تقول لي اخويا سعيد الا درنا المهرجانات وما بقيناش كاع ندخلوا للجوامع والجوامع خويا وشنو غادي يصرى لنا؟ نقول لك شنو غادي يصرى لك، فهمت؟ هاد الحوايج نقولهم لك بصح باش تقع لي اخويا انا راه كذا وكذا وما عرفش شنو غادي غدا. انا بداتي انا ما عارف شنو غادي غدا خويا. وبحال هذا لا يحق لك ان تتكلم في مكان الله، استغفر ربك قبل فوات الاوان. امازيغيه واخوتي، واش انا درك راني نتكلم في بلاصه الله؟ يلا ها انتم ايوا شوفوا العقول كي داير. شتي قلت لكم التفكير، كاين اللي جاهل، كاين اللي كيسمعك تهضر جاهل، فهمت؟ يسمع الهضره وما راش يفهمها، يفهم اللي بغى هو، فهمت؟ ويا الهضره اللي هضرناها احنا كاع ماشي كما الفهم اللي فهمه هو، الفهم اللي فهمه 200,000 واحد، الفهم الصحيح. كتلقى وحده بحال هذه دوكي مسكينه جاهله، قالت لك انت راك تهضر بلاصه الاله. واش واحد يجي يقول لكم ما تشوفش المهرجانات ربي غادي يضرب العذاب؟ يتسمى راه يهضر بلاصه، يتسمى راني نهضر بلاصه الاله. انت راكي مريضه في عقلك، فهمتي؟ وراكي يبان لك انا راني نهضر بلاصه الاله. سير اختي الله يعاونك، سير اجي بعدا، اجي باش ما تشوفيش الاله الثاني يهضر، اجي ندير لك بلوك. فين راكي؟ اجي مشيتي هربتي عندك الزهر. المهم انا درت لايف غير باش نقولها لكم، راه جايكم زلزال اخر في المغرب. صراحه نقولها درك علم الغيب، بغيتو علم الغيب. جايكم وتا الجزائر هذه المره، الجزائر غادي تفرقع. ونزيدكم واحد الحاجه والله اعلم فيها، غادي تجيكم تسونامي في المغرب. نص تاع المغرب غادي يمشي صافي، وعقلوا عليها، تسونامي غادي تضربكم، تسونامي. ماشي نقول لكم ربي هو اللي غادي يعذبكم بهذا التسونامي، ولكن داخل فيها حتى ولاد الحرم حتى الماسونيه غادي يقدروا يديروا لكم واحد الضربه في طبقات البحر في الوسط، وغادي تجي جايه عندكم ديك الضربه، وغادي دي نص الكبير اللي كان بالسترينغات في الشط، صحاب السترينغات اللي غادي يدي مرطوب بالسترينغ في الشط. ما تمشيش هذه الاعوام هذه، اعتزل البحار حيت غادي تجيكم تسونامي صافي. اجي انت
سير حدا اختك فرها في شي بواط ولا في مهرجان، المغني راه يقولها اجي الزلزال ما يدير والو، سير حضيها. انا راني ننصحها لك اختك، راني ننصحها هنا الحمار جاي تسبني، انا ننصح لك اختك وما وراء اختك، فلذلك اصغي الي. سمعتوا الدراري؟ والله اعلم راني نقول لكم في هذه، الله اعلم، ولكن عندي اليقين فيها كما نقولوا، غادي تضربكم بتسونامي ولاد الحرام. انا مايش نقول لكم باللي ربي ولا يضربكم تسونامي، ولكن ربي يقدر يعطي الاذن ربي ليهم كما يقدر يكون عطاهم الاذن في هذا الزلزال هذا. عندك حسابكم هذا الزلزال زعما ربي ولا يضربكم به نيشان؟ ربي هو اللي عطى غير الاذن، فهمت؟ يعني يقدر يكون واحد الماكر في الارض كيدير داك الهيلوغرام وداك التخربيق، ربي كيعطيه الاذن كيخليه يدير داك الشيء اللي بغى، واخا ربي غادي يعذبه في التالي، ولكن فيكم انتوما ربي يبغيها فيكم، فهمت؟ فلذلك هاد التسونامي هذه اللي غادي تجي تقدر ما تجيش من عند الاله، مثلا ربي يضربكم بالتسونامي، لا، يقدر غير هما ولاد الحامه الماسونيه والهيلوغرام عندهم واحد الجهاز بحال كيزلزل الارض كما نقولوا، كيطلع طبقات على الارض وكتضرب تسونامي، يقدروا ينويوها فيكم، هما راهم غادي ينويو، هما راهم ناويينها ناويينها فيكم، غادي يديروها لكم، يقدر ربي يعطيهم الاذن كما عطاهم دركي الاذن على الزلزال، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ وتجيكم تسونامي صافي. وانا واخا هما اللي كيديروا هذا الشيء، انا كنقول ربي هو اللي كيدير هذا الشيء، علاش؟ لان اللي يعطي الاذن باش دير شي حاجه هو ربي، والزلزال هذا نديرو وكان ربي هو اللي عطاكم الزلزال راه ربي، ولو كان يكونوا كما راهم يقولوا شي وحدين فيكم الهيلوغرام وراه ماشي الزلزال من عند الله، راه هما ولاد الحرام ليلى عبد اللطيف ولا كيقولوا لهذيك الماسونيه راها علمت باللي غادي يجي الزلزال في المغرب، كيفاش عرفتها؟ نقدر نتفق معكم في هذا الموضوع، ما نقدر ماش نقول لكم لا راكم غير تدفشوا هذا الشيء من عند الله، لا 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 لا، يقدر يكون نيشان، يقدر هذيك بعدا خدامه مع الماسونيه ناس سولوني عليها، هذيك مع الماسونيه 300% مع الماسونيه، اي حاجه كتبغي كيبغيو يديروها كيقولوا لها روحي قوليها للناس قبل ما نديروها باش يوليو يامنوا بيك وتول، فهمتي؟ واي حاجه نبغيو نديروها نبقاو نشوفوا فيك انت هي الجوهره ديالنا، هذه معاكم فيها. ولكن اللي باغي نزيد نقول بحال هذا يكتب لي الزطلان، انا ناعس ويكتب لي الزطلان، انا مريض في سبيع في عقله، هادو مراد، هادو هما اللي كيمشيو للفيستيفال واخا يجي الزلزال، هادو هما اللي كانوا تما، راهم يسمعوني نهضر. فلذلك راه واخا هما يبغيو يديروا لكم هذا الهيلوغرام ويبغيو يجيبوا لكم تسوناميات وزلازل، انا كنامن باللي ربي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي امر، واخا هما اللي خدموها، فهمت؟ ولكن ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين، ربي بغاها يعطاهم الاذن يزلزلكم، فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ يقدر ربي ما كان عنده حتى شي دخل في ذوك الاجهزه ديالهم اللي صاوبوها وطوروها باش يزلزلوا بها الناس وباش يبينوا لكم تسونامي عاوتاني ويبينوا لكم حوايج في السماء، ربي كيعطيهم الاذن، فهمت؟ كيخليهم صافي. اما راكم بغى ربي ذاك الجهاز ما يخدمش، ربي صاروخ حربي مثلا، نواوي صاروخ نواوي فركت مدينه كامله، وكان يصيفطوه اعداء الله لشي دوله، ربي كان يدل ذاك الصاروخ يطفى في السماء ويطيح وما يطردكش، انا هكا كنامن بالله يقدر يدير. ها وكان يأذن ربي ذاك الصاروخ يمشي ايوا هكا صرا في هذا الزلزال هذا بجوج طرق، لا من ناحيه انه ربي الزلزال من عند ربي 100% كان من عند ربي انا مآمن به، لانه كما كتقولوا نتوما لا راه ماشي ربي الهيلوغرام، حتى هي ربي انا بالنسبه لي راني فهمت لكم، واخا الهيلوغرام هما ولكن الاذن لذاك الجهاز باش يخدم ويطبق داك الشيء اللي غادي يديرو من عند الله، يعني من عند الله كاع في كلا الحالتين الامر كان من عند الله سبحانه صافي. هذا الميساج هذا لصحاب الهولوغرام اللي راهم باغيين يوهموا الناس باش ما يبقاوش يامنوا بالمعجزات الالهيه، ولا راه ماشي ربي راه الهولوغرام زعما كيبغوا يبردوا لكم القلوب على عذاب الله، دير بالك باللي واخا الهولوغرام مع عند ربي الاذن ديالو مع عند ربي صافي، كون ربي ما كانش باغي هذوك يموتوا في المغرب ذاك الهولوغرام ما يخدمش، يعياو يوطاو في ديك البطونه باش يخدم والو ما يخدمش يطفى صافي. وشحال من صاروخ شفناه صيفطوه مشى ما ضربش كاع في ديك الارض، شحال من صاروخ طفى في السماء، شحال من صاروخ نووي متطور طاح في الارض ديال الاعداء وما طردكش، بقى محفور في الارض وما طردكش ما انفجرش، علاش؟ الاذن من عند الاله، الملائكه طفاوا وصح، انتوما راكم ما عارفينش واش كاين في الخفاء، ترى الملائكه ديال الله صبي يشدوا صاروخ بحال هكا بجوج صباعات، داك الصاروخ النووي الكبير لهم خلع الدنيا دركي وخلع النووي وخلعكم، انا علاش ما كان خابلان بنووي ولا هو باغي الحرب تنوض؟ عارف بلي ربي كيدخل معانا هو والملائكه، علاش نخافوا بالنواوي؟
راس برا قاعد نواوي لهم يخوفونا به ميريكان وكذا، والله ما يضرب بينا ربي والله ما يسمح فينا، كون نحاربوني عشان على دين الله ونحاربهم احنا غير بالسيوف وهما بالنواوي نغلبوهم. كي جاتك كي جاتك الصواريخ اللي يطلقوهم علينا يوليو لهم ياك الصواريخ بالمقياس ديالهم بالاورديناتور الصاروخ يضربوه ديك مثلا الواشنطن الصاروخ يمشي طال واشنطن ما يدور لا هاك لا هاك. انا عندي واحد الايمان في الشكل عليكم، انا عندي واحد الايمان ربي يقدر يدور الصاروخ في السماء، ماشي دار ربي عاد، ربي عنده القوة أكثر بهذا الشيء. إيه الملائكة أبسط الملائكة ديال الله أقوى صاروخ في الأرض يدوروه الملائكة ويطفيوه في السماء وهو نواوي ويهوده الأرض خامد متجمد صافي. ولكن عندكم هذا الإيمان هذا راه غادي نحاربوا وغادي نربحوا، ولا كنتوا كتخافوا سكت سكت واش حنا دولة نقدوا للنواوي خوافة؟ أنا شي وحدي كانوا يجوا عندي للضلايف خوافة، أنا ما كانش عندي أمك الشخصية تقدر تنفاجر مع بنادم كاع ما تجيش عندي. يعني لك كانت عندك ديك الشخصيه نتاع اسكت اسكت اصاحبي راه امريكان صاروخ واحد ويضحك يضحك بلا ما دابا شي يعجبني يبقى يضحك امريكان كون ضربنا بصاروخ واحد شو الايمان شو هادو هما ربي غادي يخليهم في الارض يدافعوا هما حتى الايمان في القلب ديالهم ما كاينش يضربونا بالنووي يفركتونا ما نبقاوش على الارض. راك غلط اخويا راك غلط، ماشي غير اجي اصلا وضرب بالنووي هذه اول حاجه. ثاني حاجه النووي واقيلا دايرينو غير باش يهدوا بنادم وباش يحكموا في الارض كما بغاو، اما هو كاع ما كاينش. ثالث حاجه بهم بالنووي ديالهم نغلبوهم انا بالنسبه ليا. كون يعلم ربي ما في القلوب ديالنا اننا رحنا غادي نحاربوا نيشان على دين الله، ماشي غادي نحاربوا على شي ارض باش نديوها، ولا غادي نحاربوا مثلا على شي خزعبيله، لا لا مثلا غادي نحاربوا باش يولي دين الله وباش ننسى حتى وحده ما تخرج متبرجه الحكم يتبدل. والله بالنووي ديالهم ما يغلبونا. مثلا غادي نحاربوا باش السرقه ما تبقاش ونولوا نقطعوا الايادي نتاع السارقين، والله النووي ما يغلبنا. مثلا غادي نحاربوا باش اللي قتل يولي يتحكم حتى هو يتقتل، والله ربي حتى يتعاوننا. شكت خربه قاسبي راه القوه نتاع الله راه في الراشه، راه ربي صبر غادي يطوي الدنيا كامله في يديها، الكون كامل غادي يطويه في كتابه. تجي تقول لي انت يا النووي تخاف لي بالنووي؟ ما تخافش خب بالله اصاحبي ما تخافوش مالكم، رانا داخلين لهاد السنوات اللي نهضر لكم عليها راها داخله. هادي نتاع شكون اللي غادي يغلب؟ واش النووي ولا حزب الله؟ غادي تشوفوا طالبان ما عندهمش نووي، غادي تشوفوهم يغلبوا راهم غلبوا. غادي تشوفوا اوزباكستان، باكستان بلا نووي، باكستان عندها النووي ولكن حنا نديروا كاع ما عندهمش نووي يغلبوا بدين الله يغلبوا. غادي تشوفوا الدول العظمى غادي تولي في الخلافه الاسلاميه، غادي تولي الخلافه الاسلاميه يعني عارفها غادي تولي من باكستان وافغانستان، هادو هما اللي غادي يردوا الخلافه الاسلاميه. يلا هما هادو عندهم مساكن غير سلاح عادي، علاش ما يقدروش ينحيهم بالنواوي؟ علاش؟ لانهم ما يعرفوا غير ربي والقران والسبحه في يديهم، فهمت صافي. واعظم حاجه عندهم شنو هي؟ هي يموتوا. شت العدو ديالك الا عرف باللي انت يا باغي تموت وباغي الشهاده، هو ما يبغيكش تموت. العدو ديالك ما يبغيكش تموت، يبغيك تبقى معذب. الا العدو ديالك عرفك انك اصلا باغي تموت حيت عندك الشهاده، الا مت ما يقتلكش وما يبغيكش تقتل، يبغي يعذبك وانت حي، فهمت؟ فلذلك هادشي اللي راهم دايرين لكم، راهم معذبينكم وانتم حيين، لانكم ما كتامنوش انكم الا متو غادي تمشيو شهداء. ما تموتوا في سبيل الله، ماشي تموت لي في الفيستيفال ولا بشي زلزال، لا، الا مت في سبيل الله تمشي للجنه. ما قرطاسه للراس الجنه، صاروخ يفركتك الجنه، باش تخاف؟ هذا راه غير طراب اصاحبي، راه غير طراب. حنا ارواح، بحال انا دابا كنهضر معكم، انا الروح اللي داخلها تهضر معكم ماشي الجسم، فهمت؟ راه واخا قتلوا هذا الجسم الروح تبقى عند الله، نهضر معاكم عاوتاني المره الزاوجه بالروح، فهمت؟ فلذلك هذا تراب يولي للتراب. احنا اللحظه الحاسمه هي من الروح تخرج من هذا التراب هذا، فهمت؟ خاص يكون عندك ايمان قوي. انتم لاحظت باللي ما عندكمش ايمان قوي لدرجه وليتوا كيفكم كيف الملوك كيف الرؤساء ديالكم كاع مدلولين، كيفكم كيف الوزاره كيف كاع، لاحظت فيكم الدل والرخص كاع الدول العربيه رخصاء ومدلولين. هادشي اللي لاحظته انا في هذا الزمان هذا، كيف الملوك كيف الرؤساء كاع كدلوها للقور. انا ساكن عندهم ومنوض لهم قزعبيله هنايا، انا ساكن حدا القور كنحيح اصاحبي، هاك هاد التحيح هذا حدا القور والجيران ديما يتشكاو، ما على باليش الدين ديالي. روحوا لغاو البوليس لغاو البوليسيه، الدين نهضر به صافي. تعرف انا شحال هما يهدوني
راك في اوروبا غادي يديوك، راك في اسبانيا غادي يديوك، راك في فرنسا غادي. مشيت لفرنسا ما داوني، مشيت لاسبانيا ما داوني، مشيت لطاليان وهضرت بحال هكا ما داوني، مشيت لبلجيكا ما داوني، وليت لاسبانيا دابا مازال ما داوني. ايه راك تخربقوا صاحبي، والله اللي علي معاها ويديوني احسن حاجه. اخباركم انايا، اخباركم انا ديما نستنى يديوني ومازال ما داوني. باغي انا ندخل الحبس باش نمركي الدوسي ديالي عند الله، نماركي باغي نماركي حتى انا مع العلماء اللي واخا انا ماشي عالم بحالهم، باغي نلحقهم في المرتبه ديالهم غير انهم يدوني ظلما على الدين باش عند ربي تحسب لي، فهمتوا؟ ساعه مازال ما داوني ولاد الحرام، وما حد مازال ما داوني، راني عاد مع باباهم الكلب حتى لاخر الزمان صافي. راني معاهم هنا واخا نمشي شتا انايا كاع ما تخوفونيش، تقعوا عليا سكوت، راني نعرف الكار عندي هكا ميساجات اخويا. نصيحه لوجه الله، اسير حشيها راه نصيحتك في راسك انايا، واش انا يا خبره نتاع 4 سنين نتاع الدفاع عن الشرف والاعراف والتقاليد في اوروبا، تجي عاد انت يا ولد البارح تقول لي تنصحني كيفاش نتمشى في اوروبا؟ لا، انا كان امن اننا نحن قوم اعزنا، علاش انا معزوز دابا الحمد لله، علاش انا معزوز؟ اعزنا الله بالاسلام، وان ابتغينا غير الاسلام، يعني كون ندير عليكم نتوما ونخاف حتى انا في اوروبا ونولي نهضر بلا اسلام ونولي بحال نتبع التقاليد ديالهم والكسوه ديالهم وهذه، ادلنا الله اشر المدله، تما عاد ندلني شنو يقدروا يديوني للحبس. اخباركم صح، ما حد على الحق معزوز مكرم. ونزيدكم حاجه، اللحيه شحال واحد قال لي لا اللحيه راه في اوروبا غادي يسميوك، اما هي ما وحده منكم حتى هي نقص اللحيار غادي يحسبوك ارهابي. لا اما كي غلطه، انا ارهابي اصلا حقا، ما قلتها لكم مش نسيت، علاش ننسى؟ علاش انا ارهابي حقا؟ شي وحده كان يقولوا لي انت ارهابي، انا ارهابي يا صاحبي، مع ارهابي عايش في اسبانيا حقا، عايش في برشلونه، نقدر نطردق مواتكم المره الزوجه. شاي عندكم الزهر، انا يا مسلم ماشي ارهابي شيعي، انا ماشي، انا سني ماشي شيعي، انا ما يقدرش يشريني بنادم ويقول لي مثلا سير حارب في سبيل الله، هز هاد الصاك وطردق راسك في المطار، لا انا واعي فهمت، انا عارف الدين فوق كل الجهات كيفاش خصو يكون. بصح انا ارهابي واخا هكا، واخا ما نطردقكمش، تقدروا تلاقاو معايا هنا في اوروبا ونهضر، بصح انا في العقليه ديالي ارهابي، انا الشاف ديال الارهاب صافي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به أعداء الله، عدو الله مش أعداء الله، استغفر الله الرحيم، ربي قال أنتم إرهاب، رهبوا الناس. أنا إرهاب يا صاحبي، اللي ما فهمش المقصود ديال الإرهابي فهم صاحبي الإرهابي بعد شنو كتعني الجهل. إرهابي ربي قال ذكر الإرهاب في القرآن، الإرهاب ما معنى الإرهاب أصلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من رب جنة، وأعدوا لهم ما استطعتم من عدة ورباط الخيل ترهبون إرهابا صاحبي، ترهبون به عدو الله. أنا إرهابي في أوروبا، أرهب عدو الله، إرهابي وأفتخر. مالكم من قوة ومن رباط الخيل، أجل صحيح الآية، راك غير تخربق وفهم الدين غلط. تو وحده قالتها لي اختي، انا فهم الدين غلط، المهم هذا الشيء اللي عندي، انا فهم الدين غلط وراني نخربق سوخ كنتي. الارهاب من معنى التخويف، سوكو هادو ما يعرفوش معنى الارهاب، هادو مساكنين يسمعوا الارهاب واش كيتفكروا؟ كيتفكروا دوك اللي طردقوا راسهم الله اعلم فين، في سوريا ولا ما نعرف، كي صافي كيسمع ارهاب يتفكر انهم دوك اللي كيطردقوا راسهم، فهمت؟ جاهل، لان الجهل فهمت، علاش حنا في الوقيته اللي هما كيحسبوا هادشي حنا كنضحكوا، علاش كنضحكوا؟ ان الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم. انا كان حسبت لي هكا، كان حسبت لي صافي ارهابي كتعني صافي نسمع ارهاب نقول صافي اللحيه ويطردقوا راسهم. ساعه لقيت باللي ربي قال على الارهاب كيفاش خصو يكون، فهمت؟ الارهاب كاين وانا افتخر انني ارهابي والحمد لله. ورا قال لي ربي ما تخاطبش الجاهلين اصلا، انا بحال دابا مانيش نخاطب الجاهلين، نخاطب اللي بعقله وراه عارف فهمت. اما اللي راه يقول لي راك تخربق وكذا، راه ربي قال لي ما تخاطبهمش ولا تقعد معاهم، الحمد لله انا قاعد بوحدي دركا، انا مانيش نخاطبكم نتوما، ايه سير الله يعاونكم، انا راني نخاطب نتوما، راني عارف شكون نتوما، راني قلت لكم نتوما اللي راكم تقولوا لي راك يدفش او لا شربت دواك اليوم ولا هذوما اللي مش اللي خلاو الزلزال، غير الزلزال سهر ومشاو للفيستيفال عند ما نالوا ستاتي وبقى عليهم
هادو هما هادو فهمتو، فعاش ما يعصبونيش انا، ما بقاوش يعصبوني، هادي شحال كانوا يعصبوني كيسبوني ولا، دابا لا، ربي عطاني واحد الطاقه غير هاد الشهور هادو التوالا باش نصبر عليهم، فهمت؟ ما نديرش عليهم، ماشي نصبر عليهم، صافي دابا كاع ما تحلموش نطيح لكم الهضره كيما هادي شحال، لا دابا صافي مع تاكدوا عندي علامات صراو، دابا غادي نزيد في الايمان ديالي، صافي طيحت الهضره ما كايناش، لا لا خطأ كبير كنت نديره، ولكن دابا من صرات النبوءة الأخرى اللي طبقها ربي سبحانه وبانت غادي، وإنما أزدادوا إيمانا، كاع ما تسنانيش غادي نبقى نرد عليك ونوقع عليك كذا، غادي نعصبك إيه ريح الله، واخا تسب لي ما واخا تسب لي اختي، قول لي اختك دايره، قول لي انا عارف خواتاتي مزوجات، متاكد انا عارف راسي تكون انا، كاع ما غاديش ندير عليك، ايه اني وراسكم. اوه انا ما على باليش بهاد تيك توك وما على باليش كاع بهاد لي لايف، لا والو، نتوما كتعرفوني اصلا كندير لكم لايف مره في الزمان، نتوما كاع كتعرفوني، واخا كاع حتى اللي يكرهني يعرفني انا كي داير، شت اللي يكرهوني عارفين اني كي داير، باللي كاع ما مسالي وما على باليش انا بهاد لي لايف، ولا كنضل فيهم اولا كندير لي لايف باش نجيب البنات ولا باش نطلع البنات، الحمد لله نتوما عارفيني، واخا نتوما تحقدوا عليا النفس ديالكم نهار عند ربي غادي تشهد الحق، اه اعينكم سوف تشهدوا الحق، والودنين ديالكم غادي يشهدوا عليا الحق، واخا انت راك كارهني وكتسبني، ولكن عند الله ماشي انت اللي غادي تنطق، ماشي القارين ديالك هو اللي غادي ينطق عند الله، الاعضاء ديالك هما اللي غادي ينطقوا عند الله، اما داك القارين ديالك اللي ديجا مسيطر عليك في الحياه وما مخليك لا تصلي لا تصوم لا تصدق ومخليك تسبني انا، هذاك هذاك مسكين ما غاديش يهضر عند ربي، هذاك هذاك راه مسيطر عليك في الدنيا، فهمت؟ اخر لحظه تموت فيها ما عاد غادي تنطق الحقيقه ديالك، فهمت؟ لدرجه هذا القارين اللي انت راه ديالك راه يسبني ويقول لك سباه، هذاك بداتو غادي يقلب عليك نهار التالي عند الله، غادي يقول له غادي يقول له رب انا ما قلت له ما قال لي، هو اللي كان يسب الناس وهو اللي كان يدير وهو القارين ود الحرام، هو اللي هو راه يسبني، بصح عند الله غادي يقلب عليك، غادي يقول ماشي انا اللي كنت نسب، هو اللي كان يسب الناس، على بالك بلي راه كل واحد فيكم عنده قارين، انا دابا راه عندي قارين، انا دابا القارين ديالي راني معاه كيبغي يسبكم وكذا، بصح مسيطر عليه، فهمت؟ القارين ديالي انا مسيطر عليه، ما نخليهش يدير اللي بغا، بحال دابا راه باغي يسب هو ويزيد يطلع اللايف، على بالك كون نوض نسب انايا ونوض نتعصب، كون ينوض للقارين ديالي هو اللي يهضر ويتعصب، انا القارين ديالي معصب باش تعرفوها، يا غادي يكفرني معاكم، فلذلك اساني مروضيه هاد الايامات هادو، راه ما بقيتش نطيح الهضره، يعني الحمد لله. يا ولدي الناس ولات تحشيلنا، يا ولدي الناس ولات تحشيلنا، فيها اللي يحب يدخل مئات الدولارات في اليوم يتكلم عن المغرب والجزائر، ايوا انا قلت لكم هذه شحال وكنتوا تقولوا لي اسكت ديها في راسك، وهذه نهار كان يجيو هذوك البرانيين يهضروا في المغرب والجزائر كنتو تقولوا لي ديها في راسك راني عاد عاقل، وهادي كان يجي داك كيقولوا لا انا ما نعقلش على سماواتهم لانني ما نتبعهمش، هذاك الاشرف شرعي ولا اشعد اسعد شرعي ودوك التخربيق ودوك اللي ينوض واحد جاي من قنطهار يهضر لي انا في المغرب والجزائر، اسيدي سير ما تعضمنيش، اسير انا عارف المغرب حنا مغاربه عظماء بلا بك انت سير بعيد ناس، اروح اليمن نشوف الفتنه اللي عندك والخوارج اللي داخلين عندك في اليمن، انت جاي من اليمن تهضر لي في المغرب والجزائر، وانت علم الجزائر والمغرب احسن من اليمن، انا اخويا انا نقدر نمشي انا دركي مثلا الى الدوله ديالي مثلا الدوله ديالي على الحق ما خلاتنيش ندخل لبلادي مثلا اي مثلا، اما انا ندخل لبلادي الحمد لله حتى الدوله ديالي عارفاني باللي معصب وجغداد، نديرو ما خلاونيش ندخل المغرب، فين نمشي؟ نظركم فين نمشي؟ نمشي للجزائر راه باينه، ولا ما مشيتش للجزائر مثلا فين نمشي؟ اخرها نمشي لتونس، لان الريحه نتاع بلادي فين واصله، ياك ما غاديش نمشي لليمن، شنو نمشي ندير في اليمن اصاحبي القهر، ايوا واحد جاي من اليمن ويهضر لكم في المغرب والجزائر ينوض لكم الفتنه ويطلع بكم البوس ويدخل بكم الدولارات ويزيد عاد من يمشي للمغرب يرحبوا به ويدخلوا في الديور، هو يعني مضحان ربحي هكا، فهمت؟ جاي من اليمن اصاحبي، واليمن اصاحبي فيها الحرب وفيها فهمت، وجايين لهم الخوارج اصاحبي داخلين لهم بلاد براني فهمت، البرانيين بزاف مدخلين لهم في اليمن،
وجاي تال المغرب والجزائر وجاي زعما ينصح المغاربه وينصح الجزائريين ويفرق بين اسيدي خلينا متناقشين ديها في راسك. حنا ربي ولادي يفرق بيننا في المغرب والجزائر، ربي ولادي يفرق بيناتنا بالحروب بالزلازل والحروب، غادي يبان الحق. انت يا يماني روح ديها في راس امك يا سعد شرعي، راه نهار راني نتلاقى مع امك انا مغربي نصرفك امك في الزنقه وبالفيديو، ايه بالفيديو بالماسك ومعايا اربعه ولا خمسه. روح ديها في راسكم، ما تبقاش تهضر في المغرب اخويا، اما تجيش معانا اخويا كاع ما تشكرش المغرب. المغرب مشكور، مشكور من عند الله. المغاربه عارفينهم الناس باللي اطيب اطيب خلق الله. حنايا هكا دايرين، حنا واخا نتعصبوا واخا ندابزوا ونسبوا، نهار يطيح واحد في وسطنا ولا حتى الجزائريين هكا دايرين واخا يسبونا وهادي وما فتحوش الحدود وهادي، نهار يطيح واحد مغربي مريض في الجزائر يداويوه بالسيف عليهم اصلا. فديها في راسك يا خويا وما تدخلش بيه. انا والله لا كون نتلاقى في الزنقه نسبه باش تعرفوها. هذاك اسعد شرعي اللي راجع واخا انا مغربي وراه ما عمرو جاني على خاطري. وماشي غير انا، غير حتى شي بنات البلاد حرات نستعرف بهم راه طلعوا معاه ما خلاو له ما بقاو له. قالوا له سيدي كاين نفس الهضره اللي نقولها لكم انايا، قالوا له اخويا احنا المغرب بلا ما تجي تدافع عنا على المغرب ودير بينا البوز. احنا المغرب شكون انت باش دير بينا احنا ونقول لك واحد الحاجه، عرفتوا هذاك اسعد شرعي الله يدافع على المغاربه، الله يرزيني في صحتي خو صحتي الله يخليها لي، الله يرزيني في اللي عزيز عليا. الا كان يهضر في المغرب هذه شحال يلاه، هذاك اسعد الشرعي اللي راه يهضر دركي يدافع على المغرب زعما اقسم بالله الا كان يهضر في الملك وفي المغرب هذه شحال، وكان يعظم الجزائر هذه شحال، كان يقول باللي الجزائر زينه ومن قلبوا عليه الجزائريين وفاقوا له باللعبه وطردوه قلب على الجزائريين ولا النفاق ولا مع المغاربه. فهمتوا؟ ماشي بحالي انا مثلا اللي نقدر مثلا نسب ولاد بلادي ولا مثلا نجي ضدهم على من على الكفر وهاد المهرجانات وهاد ونجي مع جزائريين، لا انا لا راني نجي مع الحق. هذا لا هذا كان مع جزائريين كيقلبوا عليه الجزائريين قلبها ولا ضدهم ولا مع اللي كان يهضر فيهم.